أنا الاسم ديالي محجوبة أحبر، من مواليد 1979، متزوجة وعندي جوج وليدات، تنسكن بدوار الهواورة. اليوم بغيت نتكلم لكم على القصة ديالنا مع الماء. شحال هذه مني كنت صغيرة، مني كنت كنقرا في الابتدائي، كنت كنسقي الماء، كنجي من المدرسة، بعدا كنت كنقرا في الابتدائي، كنجي من المدرسة تنحط المحفظة ديالي تنمشي خاصني نسقي الماء، ما عندناش ما كنلقاش الماء، الماء الصالح للشرب والماء اللي غنشقاو به وغنديروا به بزاف د الحوايج. من بين الامور اللي باقي لي راسخين في الذاكره ديالي من المعاناه ديال الماء، كنت كنقرا مع البنات اللي تيسكنوا في الفيلات، يعني عندهم الماء والضو وداكشي، وانا ما عنديش الماء والضو، والمشكله تتقطر لي غير نقطه ديال الشمع، ملي تكون حفظت تتقطر لي قطره ديال الشمع في المقرر ولا في الدفتر، فاش تمشي للقسم تحيد هذاك الشمع، تتقول لي صاحبتي شنو هو هذا، كنقول لها لا راه غير كنت في العربيه عند جداتي وتقطر لي الشمع، ما كنقدرش ديك كنتحرج، ما نقدرش نقول لها راه حنا ما عندناش الماء والضو، حيت في الاول المدرسه كيتسولك الاستاذ ولا المعلمه، يا اما في الابتدائي ولا الاعدادي كتقول لك فين تتسكن، واش عندكم الماء والضو، المهنه ديال الاب ديالك، هادشي كله انا تنقول لهم الماء والضو، ما تنقدرش نقول لهم ما عندناش الماء والضو بسبب الاحراج ديال صحاباتي اللي تيقراو معايا. وملي كنا تنمشيو، ملي كنت كنجي للدار وكنبغي نمشي نسقي حاشاكم بالحماره، كنمشي نسقي من حدا الفيلات اللي تيقراو في اللي ساكنين فيهم البنات صحاباتي تيقراو معايا، ما تنقدرش نتحرج، ما تنقدرش واحد باش كنجيب هذاك الماء بواحد تندرق ونتخزن بواحد الطريقه، اش غنقول لكم، وداك الشيء راه باقي راسخ ليا بزاف. والماء انا هي كنت البنت الكبيره في دارنا، انا اللي تنسقي الماء، كنشوف الوالده ديالي تتعافر مع الماء وداك الشيء، وداك الشيء انا الوحيده اللي كانت كتبان ليا الوالده ديالي في تماره، كنقول غنمشي نعاونها باش نجيب الماء. هذاك الماء كنا ما كيقدناش، يعني كانت واحد الصعوبه بزاف ما تنجيبو ثاني من الحي الصناعي، بالحكم حنا كنسكنوا قرابين من الحي الصناعي، من يلا كانت يتبنى الحي الصناعي باقي الوزينات ما بداوش كلهم. من بين المعاناه مني كنجي بعض المرات كنمشي نسقي من البير، البير فيه داك الطورني، داك الطورني خاصني انا دريه باقا صغيره وكنتجبد معاه باش كندور داك الطورني ونطلع الماء، والمشكله تلوات هذيك القنبه نقدر نطيح انا في البير، بزاف د الحوايج، وكنا كنجيبوا الماء، كان ديك الصعوبه وداك كنجيبوا الماء، الناس اللي حدانا حتى هما كذلك ومثال كلشي، السكان كانوا مضطرين بزاف من الماء. من بين المآسي اللي ما قدرش ننساها، واحد السيد جارنا كان جاري غادي كيجيب الماء من واحد العوينه داروها لينا تول في السلام، هذيك العوينه تنقطعوا واحد السكه ديال التران، المشكله مسكين مع في الصباح كيمشي الصباح بكري باش يجيب الماء باش يشد النوبه ديالو، جا غيقطع ضربو التران، يعني كانت السكه كتفاجوج التران كيمشي وتران كيجي، في ديك اللحظه قطع مسكين قتلو التران. وكاينين شي بنات حنا كملنا قرايتنا، ولكن كاينين شي بنات بسبب مشاكل ديال الماء حبسوا القرايه ديالهم، حتى يجيو من المدرسه ما تيقدش الوقت، خاصهم يجيو من المدرسه ما تيلقاوش الماء، خاصهم يمشيو يجيبوا الماء من واحد المسافه بعيده، ما خاصكش تعطل على المدرسه، الا تعطلتي غير بخمسة دقائق صافي كيرجعك الحارس كيقول لك لا صافي الباب تسد. كنا تنعمروا جميع الوسائل اللي عندنا في الدار، تكون شي حاجه خاويه يا بيدوزه ديال هذاك يا برميل، يعني اي حاجه، حتى المقراج اللي تنعمروا فيه هذاك هو خاصنا نعمروا بالماء باش يبقى عندنا الماء، كنا تنخافوا ما يكونش الماء. ملي دخلت عندنا اليوم لاراديج توفروا لنا بزاف الحوايج بزاف، يعني الدوار اللي كنا تنسكنوا فيه تبدل بزاف، يعني ولات عندنا نقولوا بمعنى الكلمه، حنا كنا كنسكنوا بحال في البادي بحال ولات عندنا الحضاره، يعني ولات بحال في المدينه، يعني كل شيء قرب لينا، الماء ولا الدوش ولا كل شيء، يعني ما بقاش عندنا ديك المشكل، كتحل الروبيني كاين الماء، ما غتمشيش تسقي ولا غتجيب، المشكل ما بقاش عندنا الكراراس والبهايم، يعني الناس تحضروا بزاف ولاو الحمامات ولا الواد الحار. الحمد لله حنا دابا الماء عندنا راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، بزاف الحوايج وكنتمنوا من الله من الناس، حيت كاينين الناس اللي كيعيشوا في بلايص بحالنا كيعيشوا نفس المشكل تما معاناه مع الماء،
وكاين اللي الناس اللي كينوض غير يغسل غير سنانو كيطلق الروبين كيخليه مطلوق، ولا المراه باغا تصبن شي حاجه كطلق الروبين وكتخليه مطلوق. راه الماء راه نعمه خاصنا نتحكموا فيه باش هذوك الناس حتى هما يوصل عندهم حتى هما كما وصل عندنا حتى حنا الماء. يعني كنشكر لا راديج بزاف لحقات لينا ولوليداتنا والاجيال اللي باقيين جايين بزاف د الحوايج. انا تنظن بان المعاناه ديالنا هاد الجيل اللي طالع دابا ما يقدرش يعيش هذيك المعاناه اللي كنا تنعيشوا، من يجيو ما يلقاش الماء، ماشي ما يلقاش باش غير يحك غير سنانو ما غيلقاش باش يشرب باش يدوش بزاف د الحوايج، ما غيقدرش يدوش يوميا. نقدروا على سبيل المثال غنسول لكم البنت ديالي واش تقدر. لا انا ما نقدرش نعيش هذا الشيء اللي عاشوه هنايا، ماشي غير ماما، جميع السكان ديال الدوار الهواوره حنا مولفين اي حاجه بغيناها كنلقاوها حدانا، يعني مولفين غير التليفون كنبقاو غير جالسين اي حاجه بغيناها كنلقاوها حدانا، اي حاجه كتوصلنا. يعني الا بغينا الماء غادي نمشيو غير روبيني غادي نلقاو. دونك باش نحطوا راسنا في الحاله اللي كانوا فيها والدينا ولا السكان ما غاديش نقدروا نتعايشوا مع الوضع. وبالتالي بغيت نقول لكم بلي الماء شي حاجه ضروريه في الحياه، وغير هاد القطره ديال الماء اللي كتبان لينا حنا غير قطره هي راه كتسوى الحياه عند بزاف ديال الناس. كنشكر لا راديج بزاف لحقات لينا ولوليداتنا والاجيال اللي باقيين جايين بزاف د الحوايج، وشكرا لا راديج.